مدرب اللي عنده خبره انا بعرفه. تعرف كولر مدرب ذكي، مدرب عنده خبرات كبيره جدا، وده باين من تاسيسه للفرقه، باين من حاجتين. اول حاجه تعرف المدرب الكويس، وانا بقول لكم ان كولر ده ينجح مع الاهلي وافتكروا كلامي، تعرف المدرب الكويس من ايه؟ اول حاجه من عينيه. المدرب عين، المدرب اللي بيغلط كتير في عينيه مهما عمل عمره ما يبقى مدرب كويس. انما الراجل ده من اول يوم عمل بالانس كويس في كل خط، جاب 2 سنتر باكات. على فكره مش سهل ان انت تطلع ياسر ابراهيم بره، وان انت تطلع رامي ربيعه بره، وان انت مش سهل، ومش سهل ان انت تقعد السوليه احتياطي. كل دي حاجات محتاجه مدرب عنده شجاعه وفي نفس الوقت عارف هو بيعمل ايه. اي مدرب في 4-2-3-1 يلعب السوليه جنب ديانج، تعرف ان هو ما عندوش فكره. ممكن مضطر ان انا العبه، لكن السوليه جنب ديانج لا، التركيبه دي مش يعني مش التركيبه الصح، مش التركيبه الصح. انما الراجل قرا واختار ان هو يلعب بحمدي فتحي جنب ديانج، عمل بالانس في نص الملعب. نمره 2 في الديفنس، عمل بالانس في الديفنس كويس، واحد لعيب كوره وبيقرا اللعب كويس جدا محمود متولي، والتاني سريع واجريسيف عبد المنعم. صح صح، الدنيا كده صح. عامل بقى منافسه في التلت الهجومي، هيفضل في المنافسه دي لغايه ايه؟ لغايه ما يثبت على ثلاثه. لكن هو الراجل اسس الفرقه صح، اسس الفرقه بشكل كويس. لكن الفرقه عندها مشاكل، فرقه الاهلي عندها مشاكل، فرقه الاهلي عندها مشاكل. اي فرقه بتقطع منه الكوره وبتلعب الكوره ما بين خطوطه، محدش بيقطع خالص، محدش بيقطع، الناس بتروح للثلث الاخراني بكل 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 سهوله، بكل سهوله. ولكن فوز مهم جدا للاهلي على اسوان، واسوان طبعا يعني اتغلبوا في الماتشين، ولكن الفرقه واضح ان هي مش وحشه، فرقه محتاجه وقت. فارجو يعني من جماهير اسوان ان هم يصبروا على كابتن ربيع ياسين، لان الشغل دايما بيبان بعد فتره، بعد فتره. اياكم والتفكير في التغيير، اياكم والتفكير في التغيير. كلامي لاداره اسوان، معاكم مدرب كويس كابتن ربيع، طبعا مدرب عنده خبرات كبيره جدا، واثبت مكانه في كل اثبت يعني مكانته واثبت نفسه في كل مكان تواجد فيه. ودلوقتي قصة صبر، الإدارة الناجحة اللي بتصبر على المدرب اللي هي عندها ثقة فيه.